بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي طلاب وطالبات الصف الحادي عشر العلمي والأدبي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فيسرني أن أقدم إليكم اليوم تحليلا للنص الشعري نكبة دمشق. يتوقع من الطالب أن يتعرف الشاعر صاحب النص، يذكر نبذة عن الوضع السياسي في سوريا في ظل الانتداب الفرنسي، يقرأ النص قراءة شعرية متمثلا المعنى، ويوضح معاني المفردات الصعبة، ويستنتج أفكار الدرس الجزئية، ويشرح الصور الفنية والأساليب اللغوية. بادئ ذي بدء، نتعرف صاحب هذا النص. من هو؟ هو أمير الشعراء أحمد شوقي، شاعر مصري ولد في القاهرة عام 1870 وتوفي عام 1932، وقد لقب بأمير الشعراء، وكان من أشهر أعماله ديوان الشوقيات الذي جمعت فيه معظم قصائده. ما مناسبة هذا النص؟ ما مناسبة قول الشاعر لهذه القصيدة؟ عندما ثار أهل الشام ضد الاحتلال الفرنسي في دمشق، رد الفرنسيون بضرب المدينة وأحيائها، مستخدمين في ذلك جميع أنواع الأسلحة التي كانت بأيديهم، فأحدثت كارثة طالت البشرة والحجر، مما جعل الشعراء والكتاب يتفاعلون بهذه المصيبة، وكان من بينهم شاعرنا أحمد شوقي. ماذا يعرض الشاعر في هذه القصيدة أو في هذا النص؟ يعرض أمورا، منها التفجع على ما أصاب مدينة دمشق، النقمة على المستعمر، إعلان الوحدة العربية ووحدة المشاعر نحو هذه الحادثة، وبيان ثمن الحرية ومهرها. نقرأ الأبيات. يقول الشاعر في الأبيات الثلاثة الأولى: سلام من صبا برد أرق، ودمع لا يكفكف يا دمشق، ومعذرة اليراعة والقوافي، جلال الرزء عن وصف يدق، ورمى بي وبي مما رمتك به الليالي، جراحات لها في القلب عمق. المفردات اللغوية أو قد تكون المفردات صعبة: صبا نسيم الصباح، وصبا بمعنى أيضا الشباب، والصبا اللي هو الشباب والحيوية، والصبا بمعنى أيضا الحب والهيام. إذن صبا هنا بمعنى نسيم الصباح. برد هو نهر في سوريا، لا يكفكف لا ينقطع لا يتوقف. اليراعة المقصود بها القلم، ولكن هنا يقصد بهم الكتاب. القوافي الشعر، والمقصود به هنا الشعر أو الشعراء. الرز جمعها هي الرز مصيبة، وجمع الرز أرزاق. الفكرة الفرعية التي يتناولها الكاتب الشاعر في هذه الأبيات الثلاثة هو التفجع على ما حل بدمشق من دمار. افتتح الشاعر قصيدته بإرسال تحية محملة بنسائم نهر بردة، ممتززا بدموع لا تتوقف إلى دمشق، ويعتذر من دمشق نيابة عن الكتاب والشعراء الذين أفزعتهم عظم المصيبة التي حلت بها فلم يستطيعوا وصفها بدقة، ويقول لدمشق: إن المصائب التي حلت بك تركت جراحات أثرت تأثيرا عميقا في قلبك. استخدم الشاعر الكناية في قوله: دمع لا يكفكف، كناية عن كثرة الدموع وعدم توقفها. سلام من صبا برد، استعارة مكنية. يا دمشق، استعارة مكنية، جعل دمشق إنسان ينادى عليه. رمتك الليالي، أيضا استعارة مكنية. سلام أرق، سلام أرق تشبيه بليغ. يا دمشق، أسلوب نداء غرضه المواساة. الأبيات من أربع إلى
8 يقول الشاعر: دخلتك أي دخلتك يا دمشق، دخلتك والأصيل له ائتلاق، ووجهك ضاحك القسمات طلق، وتحت جنانك الأنهار تجري، ومن الأرباك أوراق وورق، لحاها الله أنباء توالت على سمع الولي بما يشق، تكاد لروعة الأحداث فيها تخال من الخرافة وهي الصدق، وقيل معالم التاريخ دكت، وقيل أصابها تلف وحرق. الأصيل هو وقت ما قبل الغروب، ائتلاق لمعان أو بريق، طلق أي متهلل مشرق الوجه، جنانك جمع جنة وهي الحدائق الغناء، رباكي أرضك وسهولك، ورق جمع ورقاء وهي الحمامة، لحاها أي قبحها الولي المحب والصديق الوفي، الخرافة الشيء غير الحقيقي أو الوهم، معالم آثار مفردها معلم، دكت دمرت وخربت، وتلف أي خراب ودمار. الفكرة الفرعية في هذه الأبيات يبين الشاعر حال دمشق قبل الدمار وبعد الدمار. لقد يقول الشاعر: لقد دخلت دمشق وقت الأصيل قبل غروب الشمس اللامع، وبدت ملامح وجهها الجميل، وجهها الجميل، وجهها الجميل، حيث تجري فيها الأنهار، وتبدو خضرة الأشجار في ربوعها، والعصافير فوق أغصانها تزقزق مرحة سعيدة، إلى أن جاءت تلك الأخبار القبيحة فشقت على قلوب المحبين ألما وحزنا. ولفظاعة تلك الأحداث ظنها الجميع مجرد وهم ليست حقيقة، رغم أنها حقيقة واقعة، فقد قيل إن معالم التاريخ قد دمرت وهدمت الآثار في دمشق. استخدم الشاعر الاستعارات في الأصيل له ائتلاق، استعارة مكنية، وجهك ضاحك استعارة مكنية، لحاها الله من أنباء استعارة مكنية، معالم التاريخ قد دكت استعارة مكنية، معالم التاريخ كناية عن قدم دمشق ومكانتها التاريخية، أوراق وورق جناس ناقص، أوراق جمع ورقة، والورق هي مفرد جمع ورقة الحمام، الخرافة والصدق طباق إيجاب عكس بعض، قيل ودكت فعلان مبنيان للمجهول. لماذا استخدم الشاعر الفعلين المبنيين للمجهول؟ ليدلا على عظم الحدث وأهمية. الأبيات من البيت التاسع حتى 12 يقول الشاعر: ألست دمشق للإسلام ظئرا ومرضعة الأبوة لا تعق، صلاح الدين تاجك لم يجمل ولم يوسم بأزين منه فرق، إذا عصف الحديد احمر أفق على جنباته واسود أفق، سري من راعى غيدك بعد وهن أبين فؤاده والصخر فرق. ظئرا المرضع، ألست للإسلام ظئرا مرضعة أي الأم المرضعة، تعق أي تعصى ولا تجاب طلباتها، يوسم يوصف، فرق الفاصل بين صفين من الشعر، فرق شعره أي جعله قسمين، راعى غيدك أي راعى بمعنى أخاف، والغيد اللي هي الغيداء الفتاة الحسناء الجميلة، وهن أي منتصف الليل. يتناول الشاعر في هذه الأبيات الأربعة بيان عظمة تاريخ مدينة دمشق، قيمة مدينة دمشق. يقول الشاعر: لقد كانت دمشق مكانا ودارا للإسلام، منها يشع وينتشر، وهي التي غرست الإباء والعزة في نفوس المسلمين، فهل تصاب بهذا الدمار؟ وهي التي أخرجت للمسلمين صلاح الدين
مطهر الشام من رجس الصليبيين، فإذا اشتد القتال وحمي وطيس المعركة فهو البطل المغوار. واسأل يا دمشق من الذي يثير الرعب وينشر الفوضى في ربوعك؟ إنهم المحتلون. أهناك فرق بين قلوبهم والصخرة الصماء؟ استخدم الشاعر هنا أيضا الاستعارات المكنية، سليم الراعي استعارة مكنية، مرضعة الأبوة استعارة مكنية، شبه دمشق بالمرأة المرضعة، ألست ذئرا تشبيه، دمشق ذئر، صلاح الدين تاجك أيضا تشبيه، عصف الحديد كناية عن شدة القتال، احمر أفق كناية عن كثرة الدماء، اسود أفق كناية عن اشتداد المعركة وضراوتها، ألست للإسلام ذئرا أسلوب استفهام غرض التعجب، أبين فؤاده والصخر فرق أسلوب استفهام غرضه النفي. في البيت الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر يقول: وللمستعمرين وإن ألانوا قلوب كالحجارة لا ترق، بلاد مات فتيتها لتحيا، وزالوا دون قومهم ليبقوا، وحررت الشعوب على قناها، فكيف على قناها تسترق؟ ترق أي تلين وتسهل، زالوا أفنوا ولم يعد لهم وجود، قناها الرمح، تسترق تستعبد وتذل. يتناول الشعر في هذه الأبيات الثلاثة وصفا لوحشية المحتل الفرنسي في بلاد الشام أو في البلاد العربية. يقول يصف الشاعر هنا في هذه الأبيات طبيعة المستعمرين بأنهم ذو قلوب قاسية كالحجارة، وإن أظهروا لنا اللين، والدليل على ذلك كثرة الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم من أجل تحرير بلادهم من هذا المحتل، وهم من حرروا بلادهم بقوتهم بلادهم من بقوتهم وبسالتهم، فهل يقبلون الذل والهوان على بلادهم؟ استخدم الشاعر التشبيه قلوب كالحجارة، للمستعمرين اسم فاعل، مات وتحيا، وزالوا وليبقوا طباق إيجاب، مات وعكس تحيا، زالوا ليبقوا عكس زالوا عكس يبقوا فهو طباق إيجاب. فكيف على قناها تسترق استفهام غرضه النفي والإنكار، وإن ألانوا أسلوب شرط. في الأبيات التالية يقول الشاعر من البيت السادس عشر إلى العشرين، يقول الشاعر: بني سورية طرحوا الأماني وألقوا عنكم الأحلام، ألقوا فمن خدع السياسة أن تغروا بألقاب الإمارة وهي رق، نصحت ونحن مختلفون دارا، ولكن كلنا في الهم شرق، ويجمعنا إذا اختلفت بلاد بيان غير مختلف ونطق، والحرية الحمراء باب بكل يد مدرجة يدق. اطرحوا أي ألقوا وارموا، ألقوا أي أبعدوا الأحلام يتصور الإنسان، تغروا تخدع وتثار وتنجذب إليه، الهم هي المصائب والشدائد والأحزان، بيان هي اللغة العربية التي تجمع الأمة العربية، مدرجة أي ملطخة. الفكرة الفرعية هنا تكلفة ثمن الحرية أو مهر الحرية. الحرية لها مهر لأنها شيء ثمين، فما ثمنها أو ما مهرها؟ يخاطب الشاعر أبناء سوريا حاثا وناصحا أن يبتعدوا عن الأحلام الخادعة والوعود البراقة، فدهاليز السياسة كثيرة، منها إعطاء الوعود الخادعة، تزويق الأمور، تولية المناصب الكاذبة. ويقول:
وإن كنت بعيدا عنكم، وإن كنت بعيدا عنكم موطنا وبلدا، لأنه شاعر من مصر، فنحن أبناء شرق واحد، بلاد واحدة، ويجمعنا القرآن واللغة العربية. ويختم قصيدته بقوله: إن مهر الحرية غال، ولن تنال الحر ولا تنال الحرية إلا ببذل الأرواح وإراقة الدماء. اطرحوا الأماني استعارة مكنية، ألقوا الأحلام استعارة مكنية، شباب بشيء مادي يلقى. يجمعنا بيان استعارة مكنية، للحرية الحمراء استعارة مكنية، وهي رق تشبيه بليغ، هي رق يد مدرجة كناية عن سيلان الدم تضحية وفداء. للحرية الحمراء باب اسلوب قصر تقديم مع حقه التأخير. فكيف على قناها تسترق استفهام غرضه النفي والإنكار. العاطفة المسيطرة على الشعر في هذا النص هي عاطفة القومية والوطنية، لأن الشاعر يعتز بقوميته العربية ووطنيته العربية، وهو هنا يشارك في حدث ألم ببلد عربي هو سوريا، وامتزجت هذه العاطفة بعاطفة الإعجاب بدمشق وجمالها، كما تمتزج بعاطفة الحزن والألم لما حل بدمشق. وهكذا أبنائي بناتي طلاب وطالبات الصف الحادي عشر العلمي والأدبي، أنهينا تحليل نص نكبة دمشق للشاعر أحمد شوقي، وإلى اللقاء في درس آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.